اتذكر لما كنا اصحاب، لما كنا نسهر تحت نجوم الليل. تذكر قديش كنا راب نقضي كل الوقت عدرج البيت. ترجع الايام يا الله شو عبالي، عيد اللي كان لو ليلي من الليالي. ترجع الايام يا الله شو عبالي، عيد اللي كان لو ليلي من الليالي. Thank you. مثل ما سمعتوا صوت مليان بالإحساس وقادر إنه ياخدنا وياخد القلوب لعوالم تانية مليانة بالسلام. كيف لا؟ إذا هي إنسانة مؤمنة بأنه الموسيقى هي علاج للعقل والروح وطريقة للتواصل والتعبير عن كل شيء بدور جواتنا. صحيح، وأكيد ضيفتنا لليوم هي فنانة سورية لها بصمتها الخاصة بعالم الغناء وحتى بكتابة الكلمات والتلحين، وكمان بتعزف على أكثر من آلة، يعني هيك فنانة شاملة مثل ما بنقول. بدنا نقول لها أكيد الحمد لله على سلامتها لأنه جاية أكيد من الإمارات لعنا. صباح الخير غالية، أهلا وسهلا فيكي معنا. صباح الخيرات غالية، أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. سعيدين جدا بوجودك والحمد لله على سلامتك، وشكرا على الريلاكس والرواق يلي عن جد حسستينا هيك وصلت رواق على الصبح. أيوة. في لسه بدنا نسمع كثير شغلات غالية من الأول، يعني من أول غالية كنا عم نحكي وذكرت رنا بتعزفي بتغني بتلحني بتكتبي حتى كلمات، ولكن اللي ما بتعرفوا يمكن عن غالية انه دارسة اعلام، يعني من جماعتنا غالية كل هدول وبالاخير رحتي درستي اعلام. ليش ما اخترتي مثلا انك تدرسي مع حدا عالم موسيقى تدخلي على كونسيرفاتوار ان كان هون او حتى باي بلد تاني؟ صراحة كان كتير بدي ادرس موسيقى وهيك، يعني خلص انه بلشها واسقلها وكون هيك معلمة فيها. بعدين استحيت قلت بتعرفوا شو، يعني اللي حوالي لسه ما حدا عاملها، قلت خلص يلا بفوت بدرس اعلام شيء كمان كتير حلو بحبه، علاقات عامة. قلت يلا بس خلص هيك بركي باخذ على الجو على التلفزيون على تتفرغي للموسيقى. ايه وبعدين يلا بفوت بالميوزك. بس اول شيء كنت شوي هيك مالي كتير يعني كونفيدنت، مالي كتير واثقه اني عرفتي اقول للعالم اني انا بكتب وبلحن وبغني، كنت شوي مستحيه. الاعلام كل هدول الشغلات ايه عن جد الاعلام كانت يعني مثل الطريق لحتى بلش هيك احكي للعالم اني انا موجودة. قديش قديش حلو هذا الشيء غالية، وقديش حلو انه انت دائما بتحكي حتى انه عيلتك هي كانت حدك وهي كانت داعم كثير لك بهذا الموضوع. شو دور عيلتك بدعم هي الموهبة وبانه هن كمان يساعدوك لتدخلي بهذا الطريق؟ هلا عيلتي مجنونة موسيقى، يعني عندي ماما بتحب هاي الموسيقى الفرنسية الغربية وبابا كلاسيكية كثير. اه اوكي، عكس بعض تمام يعني. فهذا الميكس بالبيت عن جد ربيت بميكس كتير حلو، بميكس يعني خلص هيك فتحت على انواع موسيقى وستايلات مختلفة يعني مختلفة. ف ايه هذا الشيء بحاول اعمله باغانيي كمان. هذا الشيء كتير فادك حتى؟ اكيد طبعا. ايه عم بعمل اغاني مثلا هيك من ستايلات مختلفة، حسيت العالم شوي فاتوا بالحياة. بعدين قلت انا هذا كان بدي اسألها، يا فكرة الاغنية اللي سمعناها هي كلماتك وغنيتك يعني صح كثير حلوة عن جد. شكرا. نسمع شيء ثاني كمان غالية، شو حتسمعنا؟ يلا بسمعكم اغنية اسمها إلك وبس. إلك وبس الالبوم الجديد. ايه اوكي، هي اخر غنية نزلتيها غالية غنية. صح حلو كثير. مروا علي ايام قلت لحالي خلص الحب كله خيال كله احلام، فجاه طلعت انت ما بعرف من وين، وبلش هلا قلبي ده ويكتب غرام وبالي مشغول فيك. لا اعرف اكل ولا نام، طلع بعيوني وشوف
الحب اللي مخبى الخايف خجول يحكي ويعبر ويقلك بحروف اني بحبك اني بحبك. هيدي الغنية إلك انت وبس. هيدي الغنية إلك انت وبس. هيدي الغنية إلك انت وبس. هيدي الغنية الله يخلي لك هالصوت غالية. اليوم عم نشوفك عم تعزفي على الجيتار. ايه بس انتي بالاساس تعزفي بيانو صح؟ صح. ايه وبركشن. بلشت بال اكشلي بلشت بالطبلة. بابا بدأ شوي على الدربكة. حلو. فكانت أول آلة جابها على البيت، فهي أول آلة تعلمت عليها. حلو. اوكي. بعدين بلشت أعزف على البيانو، على الجيتار، على الطبل. تمام. عم بتحاولي إنك انتي تتعلمي على أكثر من آلة موسيقية. الهدف انه انا كمان وقت بدي اقدم غنيه معينه يكون انا عم بعزف على كذا اله، مثلا مثل ما انت عم بتلحني عم تكتبي عم تعزفي على اله معينه، لا انا كمان بده يكون مثلا في فكره انه انت تعملي غنيه تكون انت عازفه على كل هاي الالات مثلا. هلا هو اصعب لما بعمل انا كل شيء، فبفضل انه مثلا هيك نكون فريق كامل متكامل عم نعمل كل شيء سوا. بتحبي انه فكره الفريق؟ يعني يمكن لقد نسمع حدا عم بيقول انه انا عم بكتب عم بلحن هيك، منهم هدول الاشخاص هو ادم اكيد، يعني هو من الاشخاص اللي بيكتبوا بحبوا انه يلحنوا يعملوا عمل، يمكن بيقولوا انه انا شخص ما بآمن بفكره الفريق، او مو قصه ما بآمن، انا بحس انه انا بدي اعمل كل شيء، او ما عندي شيء اللي بنبق له يمكن مثلا. ممكن، او ما عندي ثقه انه الشخص اللي مقابلي هو كمان رح يقدر يؤدي الشيء اللي انا بدي اياه مثل ما انا عم فكر فيه. لهيك بحاول انه انا اعمل كل شيء. انت من هدول الاشخاص او لا؟ انا بحس ايد واحده ما بتزقف، بحس لازم كل ما يكون في فريق او كل ما يكون في مثلا اكثر من شخص كرييتيف بحس بيطلع شيء هيك سحر. اما شخص واحد لا بيطلع مع شخص واحد اكيد، بس في يكون في كثير افكار يمكن وتجتمع كلياتها مع بعض، الاحلام كلها هيك سوا مع بعض مشاركين كل واحد هيك ايام بيزيد فكره او بيزيد كلمه او بيضيف اضافه ممكن هي تساعد اكثر البوم الكبير. تمام. طيب غاليه، بما انه انت درستي اعلام ما درستي موسيقى، كيف خلينا نقول هيك حطيتي اول خطوه بهذا الطريق؟ كيف بلشتي فيها بشكل جدي تقولي انه انا لا بدي اغني وبدي اكتب وبدي اعزف وبدي اعمل كل هدول الامور مع بعض بعيدا عن الدراسه الاكاديميه؟ هلا انا اشتغلت بالاعلام 3 شهور، بعدين حسيت الشركه هي يعني شركه الاعلام اللي درست اللي اشتغلت معها قالوا لي بتعرفي شو اخذوني هيك على جنب، قالوا لي اتركي الشغل وروحي اعملي ميوزك. انت مو هون بنوب يعني؟ ايه انت عن جد ما بتشبهي هذا الشيء، وروحي اعملي ميوزك وورجي العالم يعني موهبتك وشو بتحبي. قلت لهم انه انتم متاكدين يعني انا والله حابه الشغل هون يعني ليش بتكون يعني؟ فقالوا لي لا ليف ذا كومباني وروحي اعملي موسيقى. حلو كثير. فهون قلت خلص اذا يعني العالم شايفه هذا الشيء، هذا الشيء واضح كثير معناه شايفه الشغف يلي عندك تجاه الموسيقى. يلي بيفتح يوتيوب بيشوف قديش انت عندك فيوز منيح الله يبارك يعني ان شاء الله بيصير اكثر واكثر. بتحسي انه الفنان قدران بوقتنا هذا اللي هو وقت وزمن السوشيال ميديا انه هو يعتمد على المردود المادي اللي ممكن يكون من السوشيال ميديا، او لا فعلا هو بحاجه شركه انتاج او حدا يدعمه ماديا؟ انا عم بحكي هلا في اكثر من طريقه، اكيد الشركات الانتاج كثير بتفيد، واكيد اذا واحد قدران كمان هو لحاله، بس اثنيناتهم يعني فيهم بيقولوا ابس اند داونز، اثنيناتهم فيهم صعوبه وسهوله. طلع مع الشركات اكيد بيكون شيء كثير سهل وخلص انه بتعتمدي عليه شيء مضمون اكثر يعني. تماما. بس في حدا عم يخطط لك الطريق. ايه تماما. بس اذا الواحد حابب يشتغل لحاله كمان ما، لانه كثير صعبه شوية وقت يمكن زياده. تمام. ايه. طيب هذا الستايل اللي انت عم تغنيه غاليه هلا عم نشوفه كثير بالفتره الاخيره، يعني الاندي سونجز، كنا عم نسال غاليه تحت الهواء على هذا المصطلح. صح. خلينا نقول اذا هو، انا صراحه ماني سمعانه فيه بس سمعانه هذا الستايل المستقل او الموسيقى الرديفه. تماما. ليش اخترتي هذا النوع؟ وبتحسي الناس عم تتقبل؟ هي بنحسها في شيء غربي مع شرقي يعني. صح. في شيء ميكس انه نحن عم نغني عربي بس هي حالة لا. العيلة تبع غالية عملت هذا الميكس بالاندي سونج. كيف اخترتي خلص نقيتي انه انا هذا الستايل بدي امشي فيه؟
انا بحس الموسيقى المستقله هي من بيقولوها من الشارع، يعني من الحارات، من البيوت، عرفتي؟ ما فيها فلتر، ما فيها ولا حدا عم يحاول يزبط الكلمه او يعني يعملها هيك على قد، لا مثل ما انت شو ما في على لسانك هي اقرب للناس، حتى اقرب للقلب تماما، لانه بتشرح عن العالم، يعني بتحكي عن العالم اللي بالعالم الحقيقي، يعني تمام بالحقيقه بالواقع. فلهيك هلا بظن هلا الموسيقى المستقله كمان كثير صايره مشهوره، لانه بلشنا ندور على شيء قريب حقيقي. صح، وحلو انه هذا الجيل يعني حابب هي الفكره، فكره البساطه يمكن يلي موجوده فيها، وبتحسي انه هو الشغل بروفيشنال بس ما انه بروفيشنال، ما بعرف كيف ممكن الواحد يعبر عليك بروفيشنال بس ما انه مخطط له، يعني هيك على البكله يعني. صح، على بس هلا نحن صار وقت نسمع، يلا بدنا نسمع كثير اليوم، يعني بدنا نحبك غاليه. اسمع بدي احكيك كمان كلماتك كمان. صار لي بدي عم جرب بدي احكيك، بشوفك بهرب بتلبك بطلع فيك، صار لي بدي عم جرب بدي احكيك، بشوفك بهرب بتلبك بطلع فيك، بخاف رجع اغلط هالمرة وما تطلع انت، اخسر حالي وكل شي بالي ما يقدر انسى، بخاف رجع اغلط هالمرة وما تطلع انت، اخسر حالي وكل شي بالي. صار لي بدي عم جرب بدي احكيك، بشوفك بهرب بتلبك. Thank you. الله يسلم هالصوت غالية، يعني هيك بما انه انت خلص هيك اخذتي هذا الطريق وماشيه فيه، ومثل ما قالت ميشلين انت هيك معتمدة على اليوتيوب، على الفيوز، على الناس اللي هي كمان عم تحب الشيء اللي انت عم بتقدمي، في خطط هيك للفترة الجاية مثلا، خطة جديدة عم تفكري بشيء جديد للفترة القادمة؟ اكيد دائما، يعني اللي بيكتب ما بيوقف، بضل عم يكتب، بضل في كلام، بضل في العالم يكتب عنهم، بضل في مواضيع، فايه ما بيخلصوا الكلمات، ما يعني ما بحس هيك بتنشفي من دائما في اشياء جديده. تستوحي من كل شيء حواليك يا غاليه؟ كل شيء، اكثر شيء من الشام، يعني من سوريا، لانه هون كل اهلي وذكرياتي هون، يعني فبحس دائما هيك علقانه براسي، علقانه بمخي، فكل شيء بكل ما بنزل بشوف الشوارع، بشوف العالم دغري بيطلع معي. مقاسي مقاسي هيك بالعكس بالعكس ما رح ينشف القلم في كثير حب، اكيد عم نمزح، لا هو في مشاعر حلوه اكيد موجوده بيشوفها، يمكن ما بعرف يعني هيك اذا عم بحكي بوجهه نظر شخصيه، انه يمكن كمان اللي بيجي من برا بيشوف شيء اللي قاعد يمكن ما بيشوفه. صح، يعني اللي لانه بيتعود عليه اللي قاعد. عم نحكي تحت الهواء، عم قلها بدي اقول لك شغله انا شو شايفتها من جوا عفوا من جوا الدائره، يلي بيشوفها من برا بيشوفها بطريقه ثانيه، فعن جد يلي بيسافر وبيرجع بيشوف شغلات نحن للاسف نسيانينا، لازم ننتبه لها، لازم نشوف الحلو يلي لساته موجود. مغنايه شيء عن المكان وخصوصيه المدينه، صح؟ صح، هالمدينه فينا نسمعها؟ يلا، هاي يعني هاي الغنية لسوريا أساساً. كل شي بهالمدينة بيذكرني فيك، يا ريت بهالمدينة يا ريت حد يبيت، كل شي بهالمدينة بيذكرني فيك، يا ريت بهالمدينة يا ريت حد يبيت، مليان قصص وحكايات، مليان أسرار، حبيبي شو بشتاق لك بالليل وبالنار، ترى
صاروا هالايامك دار اللي انك جاي، كل ما بيسأل عنك جاري بلو بكرة جاي. يمكن عم بكسب على حالي او يمكن عم داري جاري، طيب بطل يسألني عنك ويذكرني فيك. كل شي بهالمدينة بيذكرني فيك. Thank you. قديش في دفى بصوتك غالية عن جد، يعني حببتينا بهالمدينة أكثر. شكرا كثير، الله يسلم لك هالصوت يا رب. غالية يلي يعني كنا عم نحكي أنا وأنت ورنا عن فكرة إنه أنت عم تشوفي أشياء جميلة، عم الألم ما عم بيوقف وعم يضل يمشي، ولكن يلي بيسمع الأغاني أو بفوتك لتفاصيل الكلمات بحس إنه في لمسة حزن أو طابع الحزن موجود أكثر. بتحبي أنت تختاري هي القصة مع إنه أنت شايفتيها هي إيجابية، بس أنت عم الشعور اللي بيوصل إيجابي للعالم تفاصيله حزينة، أصلاً بتختاري هذا الشيء؟ هو مو حزن قد ما هو اشتياق، ما بعرف الاشتياق هو حزين، ما بظن يعني الاشتياق هو شيء بوزيتيف. ممكن يكون الاشتياق يكون ببعض الحنين، ممكن يكون حنين حزين تماماً. هاي الكلمة لا مو يعني مو بالقصد اكيد بزعل العالم، بس هنا لا هو ما عم بزعل لانه الطاقة اجى النهاية ايجابية صح، بس هي النية يعني نيتي اني انا اكتب عن شيء انا حاسسته بالاخر، فانا تعبري عن اللي عم بحس فيه هو الحنين لانه ما لي عايشة هون، فهذا الشعور ما بيوقف يعني بضل ماشي معي بضل موجود بيكبر معي. غالية هيك كلمة كثير سريعة لكل حدا عم يتابعنا عنده شيء جواته موهبة او شيء حابب عن جد يعبر عنه بطريقة او يمكن لسه ما لقى الطريق، شو بتسألي له هيك بكلمة سريعة؟ جربوا شو ما كان، جربوا كل شيء فيكم تجربوه لحتى تلاقوا حالكم، لانه كلنا هيك الله زارع فينا يعني شيء حلو شيء بجنن، فكلنا مميزين وكلنا بيطلع معنا شيء واو. اي حدا عنده نقطه مميزه بالحياه. شكرا لك غاليه لوجودك بسوريا بالرغم من انه انت كبرتي بالامارات وعشتي برا، ولكن لسه عندك هذا الاخلاص والحنين لسوريا، فأهلا وسهلا فيكي دائما. نحن سعيدين كثير انه استضفناك اليوم ببرنامج صباح الخير، ولسه بدنا نسمع شغله. شكرا كثير، اهلا وسهلا. شو رايكم تغنوا معي نسا معي الهوى؟ انت صدقتي انه كورال نحن كنا عم نقول لها تحت الهوى نحن هلا نسم علينا الهوى سمعوني من مفرع الوادي. يا هوى داخل الهوى خدني على الهوى. نسم علينا الهوى من مفرع الوادي. شكرا كثير غالية، انبسطنا فيكي وانبسطنا تعرفنا عليكي، وان شاء الله هيك بنشوفك قريبا كمان هيك باشياء جديده وبمشاريع جديده. ان شاء الله كثير اهلا وسهلا فيكي.